رسالة قداسة البابا في الأخوة والصداقة الاجتماعية كانت مدار حلقة نقاش في برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حيث استضاف البرنامج عبر الهاتف كلا من المونسنيور الدكتور خالد العكشة مدير مكتب العلاقات مع الإسلام في الفاتيكان، والمونسنيور يؤنس لحظي جيد الدبلوماسي الفاتيكاني المحنك، حيث شرح الضيفان كل ما جاء في الرسالة البابوية حول الأخوة والصداقة الاجتماعية. فإلى هناك اسمح لي بأن أشير إلى الأمر التالي. الواقع أن الرسالة الأولى لقداسة البابا فرح الإنجيل هي كما اعتادها الأحبار الأعظمون أن يصدروا رسالة وكأنها برنامج لحبريتها. الرسالة الثانية كانت حول البيت المشترك، أي العالم الذي نعيش فيه، لو ذات سي لتكن مسبحا، وهي كلمات مستوحاة كما هو الحال بالنسبة للنص الحالي، مستوحاة من القديس فرانسيس. إذن فرح الإنجيل الرسالة الثانية هي البيت المشترك، والرسالة الثالثة في هذا البيت المشترك نحن إخوة. عمل الكرسي الرسولي من المهم يعني أن أفتح قوس هنا، التكامل بين عمل الكرسي الرسولي ككنيسة مركزية وبين النشاط وجهد الكنائس المحلية. إذن هذه قضية في غاية الأهمية. الكنيسة الجامعة لا تعمل ولا تحاول ولا تفكر بأن تأخذ دور الكنائس المحلية، ولذلك نحن نتكامل على صعيد الكنائس المحلية والكنيسة المركزية. جميل والكنيسة الجامعة. إذن طبعا هذه مبادرة كبيرة، مبادرة قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر، ولكنها ليست لحسن الحظ يعني الجهد الوحيد الذي يقوم به قداسة البابا والكرسي الرسولي، وبخاصة من خلال المجلس البابوي والحوار بين الأديان. علي أن أشير هنا أيضا إلى دور الدبلوماسية الفاتيكانية في حل السلام وفي حل الصراعات وفي دفع موضوع الأخوة الإنسانية قدما. وطبعا كعمل دبلوماسي لا يظهر دائما على العناوين أو على الساحة المرئية، ولكنه عمل صامت وعمل دؤوب، وكثيرا ما يأتي به بمفاجآت وبنتائج، مثلا التي قام به قداسة البابا في الوساطة بين كوبا والولايات المتحدة وغير ذلك. بالنسبة لنا في المجلس عندنا مبادرات كثيرة، عندنا شركاء كثيرون، مثلا رابطة العالم الإسلامي في السعودية، الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب، عندنا شراكة مع إيران أيضا، وطبعا هناك شراكة مع الأزهر، وهذه مبادرات يعني شراكات ثنائية، ولكن نحن نشارك أيضا في مبادرات أخرى، مثلا المبادرة الكازاخستانية للحوار بين الأديان كنا شركاء فيها منذ البداية، مركز الملك عبد الله للحوار الثقافات وأتباع الأديان كنا شركاء فاعلين منذ البداية، وهذا إذا صح القول غيض من فيض. حقيقة الأخوة الإنسانية ورسالة البابوية الأخيرة كلنا إخوة اللي عملها قداسة البابا في الأخوة والصداقة الاجتماعية كلها دعوات تؤكد أنه في عالم ممزق وحيث التناحرات والصراعات ما أحوجنا إلى الإخوة. يمكن لو الكورونا فيروس كان في شيء إيجابي هو أنه خلانا نفهم أن المرض وأن الموت وأن
الألم لا يفرق بين البشر. فهذا الفيروس أصاب الأغنياء والفقراء، أصاب الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما، أصاب الكبار والصغار، الرجال والنساء، لم يفرق. وفي عدم تفرقته أكد لنا أننا جميعا متحدين كإخوة. عشان كده وثيقة الأخوة الإنسانية والرسالة البابوية الأخيرة كلنا إخوة هي دعوة جديدة لأن نتحد في إنسانيتنا، في كوننا إخوة في الإنسانية، لأننا في الاتحاد يمكننا أن نعبر هذه الأزمات. نعم. تاريخنا مليان، تاريخ البشرية مليان بالصراعات وبالحروب، لأن كل واحد أو كل ديانة كمان كانت ترى في الآخر عدو وتسعى لهزيمته. بينما رسالة القديس فرانسيس الأسيزي ورسالة السيد المسيح والرسالات البابوية الأخيرة كلها في اتجاه أننا تعبنا من الصراعات، وأن الصراعات لا تولد إلا مزيد من الصراعات والحروب، وأننا جميع حاجة إلى أن نتوقف وإلى أن نرى أن الصراعات لا يمكن لها أن تجعل حياتنا أفضل، بل بالعكس. عشان كده رسالة البابا الأخيرة كأنها رسالة نبوية جاءت قبل هذه الأحداث التي نحيا فيها، لتدعو الجميع للتعقل وللتفكير وللتأمل. فما فائدة أن نصب البنزين على الغاز وأن نؤجج الصراعات وأن ندعو إلى مزيد من الانتفاضات؟ هل هذه الصراعات التي حدثت في التاريخ ولدت سلام، ولدت رخاء، ولدت تعاون؟ بالعكس، كأننا لا نريد أن نتعلم الدرس، وكأننا نعيد دائما نفس الأخطاء. عشان كده دعوة قداسة البابا وكمان وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقع عليها بشجاعة فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا في دولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط في أول زيارة حبرية لحبر أعظم في منطقة الجزيرة العربية، كلها دعوة لنا اليوم وللإعلاميين وللكهنة وللمسؤولين ولرجال الدين من كل الديانات للتوقف والتمهل والتعلم بأن الشر لا يمكن الانتصار عليه بمزيد من الشر، أن المحبة هي الطريق الوحيد لهزيمة هذه الدعوات التي كما قلت تمثل صب البنزين على النيران المشتعلة.